ايه خروج الفرق الكبار زي الارجنتين والبرتغال من كاس العالم؟ والله سوء الاعداد وسوء الخطه من خاصه من المدربين، يعني في مدربين مش عاملين خطط كويسه ان هي تقدر اللعيبه تنفذها في ارض الملعب، يعني زي مثلا زي عندنا كوبر مثلا ما كان خطة بتنزل ما فيش لعيب فاهم مركزه، ما فيش لعيب عارف يلعب في مركزه كويس، واللعيب بيلعب في مركز غير المركز بتاعه. اللعيبة الناس دي هي بتلعب كويس، بس كان ضمن التخطيط الجماعية وعدم الأنانية، لأن الناس هنا في الزمن اللي احنا فيه ده كان مصلحتهم القرش، وعشان مصلحتهم القرش كان كل واحد بيحاول ان هو يبقى كويس وعايز يظهر قدام العالم ان هو هداف عشان شهره يعلى، فناقصتهم الجمعيه اللي هي البحته، الجمعيه اللي هي فيها حب للبلد وفيها اخلاص للبلد. والله هو السبب الرئيسي اعتقد انه الاعتماد على النجم الواحد، او يعني مثلا البرتغال معتمد على كريستيانو رونالدو، الارجنتين كانت معتمده على ميسي، فاعتقد ده احد الاسباب، ولكن هناك اسباب كثيره جدا، هي ان كاس العالم هذا العام كاس المفاجات وكاس اللحظات الاخيره، فانا اعتقد ان احد الاسباب الرئيسيه هي اعتماد هذه الفرق على النجم الواحد، بالاضافه الى التقدم اللي حصل في الكوره في المنتخبات الاخرى، يعني اللي ما كانت غير مرشحه اصلا انها تجتاز الدور الاول. بفسره ان في دول كانت بتصنف قبل كده على انها دول متوسطه المستوى او تعتبر في المرتبه الثانيه او الثالثه، دلوقتي بتتقدم وبتجيب مدربين على مستوى عالي وبتجهز لاعبيها لاعبيها لكاس العالم، زي مثلا المكسيك اللي طلعت المانيا، وبعد كده كرواتيا اللي هي طلعت اسبانيا، فدي كانت دول مش مصنفه يعني لانها الدول المقدمه باي شكل من الاشكال. تكون ثقه زياده مثلا او حاجه، يعني استهانوا مثلا بالفريق اللي قدامهم، قال لك ده ضعيف او حاجه ف اتغاروا يعني زي ما بيقولوا، فهي تكون ثقه زياده مثلا. انا فسره بانه يعني حاله غريبه، اولا نمره واحد، نمره اثنين لان الدوري الاوروبي كويس والدوري الامريكي والدوري اللاتيني تمام والدوري الاسباني، كل دول بقوا فرق قويه جدا كويس، فما بقاش في مقياس. والله هو زي مثلا منتخب الارجنتين شفناه خرج بسبب مثلا مدرب ما كانش بيعتمد على اللعيبه الاساسيه، كان قاعد مثلا ديبالا وكونزالو هوجوين في نفس الوقت عنده جويرو، حتى شفنا جويرو في ماتش فرنسا جه اما نزل عمل اداء غير شكل الفريق، وجود راس حرب مهم زي ده في الفريق ان هو ما كانش بيلعب فاثر سلبا على الفريق. كان منتخب الارجنتين بيعتمد على اسمه الاول اللي هو ميسي، بس ميسي الواحد مش هيعمل حاجه ان دي كوره 11 لعيب مش لعيب واحد في الملعب. هو في الحقيقه يعني لما نيجي نبص لكاس العالم السنه دي 2018 هنلاحظ حاجه، هنلاحظ طبعا دول افضل 32 منتخب وصلوا للنهائيات، ده رقم واحد. رقم اثنين في جميع القارات طبعا، رقم اثنين المستويات كلها متقاربه، ما تقدريش تقول ان فريق اقوى من الثاني، الخطط كلها تكاد تكون واحده، اللي بيفرق فيها بس ايه؟ فرق امكانيات اللعيب،